بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في لقائنا السالف مع المؤلف رحمه الله في حديثه في باب عقد الذمة وأحكامها، ووقفنا عند قوله: فصل، ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في بيان ما يجب على الإمام أن يطبقه على أهل الذمة من أحكام الإسلام، لأنهم ملتزمون بأن يسري عليهم حكم الإسلام، هذا موجب عقد الذمة. ولكن قبل الشروع في هذا، يجب تنبيه على أن أهل الذمة، على أن الكفار عموما من اليهود والنصارى وغيرهم، لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب، ويجب إخراجهم منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته تنفيذا لهذه الوصية، فلا يجوز إقرارهم واستقرارهم في جزيرة العرب، لأنها جزيرة الإسلام ومهبط الوحي، ومنها يصدر نور الإسلام إلى بقية العالم، فيجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام، ولا يختلط دين الإسلام مع غيره في هذه الجزيرة، وإنما تعقد معهم الذمة ويستقرون في خارج جزيرة العرب من بلاد المسلمين. قال: ويلزم الإمام، إمام المسلمين، أخذهم، أي الحكم عليهم بحكم الإسلام، لأن هذا موجب عقد العهد بين المسلمين وبينهم. في النفس، أي إذا قتلوا عمدا عدوانا فإنه يقتص منهم كما يقتص من المسلم. وفي المال، إذا سرقوا فإنه يطبق عليهم حد السرقة، فتقطع يد السارق منهم كما تقطع يد المسلم. وفي العرض، إذا قذفوا مسلما بالزنا أو اللواط فإنه يطبق عليهم حد القذف صيانة لأعراض المسلمين. كذلك في إقامة الحدود عليهم، الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع فيها.
فيلزم إقامة الحدود عليهم إذا وقعوا فيما يوجبها، فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، فإنهم أهل الكتاب يعتقدون تحريم الزنا، فيجب تطبيق حد الزنا عليهم برجم الزاني المحصن منهم وجلد الثيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين في المدينة. جلد البكر، جلد البكر ورجم الثيب منهم. نعم. كما يفعل ذلك مع المسلمين. نعم. مع الزنات من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما زنيا في المدينة لأنهما كانا ثيبين، دون ما يعتقدون حلة كنكاح المحارم عند المجوس، فإنهم يعتقدون حل ذلك فلا يقام عليهم الحد فيه. نعم. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزمهم التميز في صفاتهم ولباسهم وركوبهم عن المسلمين بما يعرفون به أنهم أهل ذمة، فلا يتشبهون بالمسلمين لئلا يظن أنهم من المسلمين. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. لهم ركوب غير الخيل من الدواب المركوبة كالحمير والبغال والإبل، فيمكنون من ركوبها غير الخيل، لأن الخيل من خواص المسلمين، وإذا ركبوها تشبهوا بالمسلمين، ويكون ركوبهم على غير الخيل بغير سرج، بل يكون بإكاف، وهو ما يجعل على ظهر الدابة وقاية للراكب غير السرج، ليتميز هذا الراكب من الراكب المسلم. نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، وهذا مهم جدا، لا يجوز تعظيمهم وتبجيلهم، فلا يجوز تصديرهم في المجالس بأن يترك لهم صدر المجلس كما يترك لأهل الشان من المسلمين، وإنما يجلسون في أطراف المجلس، ولا يجوز القيام لهم إذا دخلوا، لأن في القيام لهم إكرام لهم وإجلال لهم، وهذا لا يجوز. نعم. ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. كذلك لا يجوز بداءتهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام على اليهود والنصارى، قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فأمر بالرد عليهم بهذا اللفظ. وأما أن المسلم يبدأهم بالسلام فهذا أمر لا يجوز، لأن البداء بالسلام للمسلمين خاصة، فهذا كان في حق أهل الذمة، فكيف بغيرهم من الكفرة الذين لا ذمة لهم؟ فلا يجوز تبجيلهم وتعظيمهم وإظهار تقديرهم، لأن هذا فيه إعانة لهم على الكفر، تشجيع لهم على الكفر، وهم قد أهانهم الله عز وجل، فلا يعظمون ولا يجلون لأن هذا إنما هو من اختصاص المسلمين. نعم. أن يركبوا غير الخيل ويركبوا على غير سرج، ولا يصدره المجالس ولا يقام لهم ولا يبدأ لهم بالسلام،
هذا إذا كان لهم عهد وذمة عند المسلمين؟ نعم، إذا كان لهم عهد، هالكلام في أهل الذمة، فكيف بغيرهم ممن لا عهد لهم؟ يعني المفترض أنه عامل ولا ذمة لهم. نعم، المفترض أن نرى الذمة فلا نقوم له ولا نسلم عليه. نعم، الله المستعان. نعم. قال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. نعم، اليهود والنصارى يقرون على ما وجد من كنائسهم عند عقد الذمة لهم، يقرون على بقائها. نعم. ولكنهم لا يمكنون من بنائها إذا انهدمت، لا يمكنون من بنائها إذا انهدمت، ولا يمكنون من ترميمها، بل تترك حتى تندرس وتضمحل من بلاد المسلمين. ومن باب أولى لا يمكنون من إحداث كنائس، لا يمكنون من إحداث كنائس في بلاد المسلمين، لأن هذه دور كفر ودور شرك، فلا يجوز بناؤها في بلاد المسلمين. وفي هذا تنبيه، إذا كان هذا لا يجوز لأهل الذمة، فكيف يمكن النصارى من بناء الكنائس في بلاد المسلمين الذين ليسوا أهل ذمة؟ الذين ليسوا أهل ذمة لا يمكنون من بناء كنائس في بلاد المسلمين وإحداث كنائس في بلاد المسلمين. وكذلك البيع، وهي بيوت العبادة لليهود، فيتركون يتعبدون فيها إذا كانت موجودة وعقدت لهم الذمة وهي موجودة، فإنها تبقى، ولكن لا يحدث بيع جديدة أو يعاد بناؤها إذا انهدمت، بل يجب أن يقضى عليها بالتدريج حتى تضمحل من بلاد المسلمين، لأن في إعادة بنائها استمرار لها في بلاد المسلمين. نعم، ولو كان هدمها أو انهدامها ظلما، ما دامت انهدمت، ولو أن الهدم الذي وقع عليها من باب الظلم يعني بغير حق، فإنها لا تعاد، لأن المطلوب زوالها وعدم بقائها، وفي بنائها مرة ثانية استمرار لها في بلاد المسلمين. نعم، ومن تعلية بنيان على مسلم، فإذا كان هذا في الكنائس الموجودة حين عقد العهد، وأنها تعامل بهذه المعاملات حتى تضمحل وتفنى تدريجيا، فكيف بالذين يمكنون النصارى الآن من بناء الكنائس في بلاد المسلمين وبين بيوت المسلمين وبجوار مساجد المسلمين؟ هذا من الجهل بدين الإسلام، أو من عدم المبالاة بدين الإسلام. نعم، قال: ومن تعلية بنيان على مسلم. وكذلك لا يمكنون من تعلية بنيان بيوتهم على بيوت المسلمين، فلا يكون بيت الذمي أعلى بنيانا من بيت المسلم، كأن يكون بيت المسلم من دور واحد ويكون بجوار بيت للذمي من دورين، فهذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بل لا تجوز مساواته له، بل لا بد أن يكون بيت الذمي أخفض من بيت المسلم. نعم، قال هنا: لا مساواته له. نعم، يعني المساواة تكون جائزة، لكن هذا إذا كان شيئا موجودا من الأصل، أما أن يحدث شيء يساوي بيت المسلم فهنا لا يفرق إذن بين بيت المسلم وبيت الذمي، لا بد أن يكون هناك فرق بأن يكون أخفض منه. نعم، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس. كذلك يمنعون من إظهار المعاصي التي يستبيحونها ويستحلونها، كإظهارهم شرب الخمر أو صناعة الخمر،
وإنما يعملون هذا في داخل بيوتهم، تكون خفية غير ظاهرة. وكذلك من أكل الخنزير، لأن النصارى يأكلون الخنزير فلا يمكنون من أكله في المطاعم في بلاد المسلمين، أو بيعه ظاهرا في بلاد المسلمين، أو بيع الخمر أو تصنيع الخمر في بلاد المسلمين، وإن كانوا يقرون على شرب الخمر وعلى لحم الخنزير لأنهم يستبيحون ذلك، فيقرون عليه ويكون خفية بحيث لا يراه أحد، وإنما يكون فيما بينهم. كذلك يمنعون من إظهار الناقوس، وهو الآلة التي يدقونها لصلواتهم في كنائسهم، فالنواقيس التي في كنائسهم تكون داخل الكنيسة فقط، تكون أصواتها داخل الكنيسة ولا يصير لها صوت خارج الكنيسة في بلاد المسلمين، فلا يدق ناقوس ظاهر في بلاد المسلمين. نعم. وجهر بكتابهم، كذلك يمنعون من الجهر بقراءة كتابهم، التوراة عند اليهود أو الإنجيل عند النصارى، وهو ما يسمونه بالأسفار القديمة والأسفار الجديدة، يقرون على كتابهم وقراءته وتداوله فيما بينهم، لكن لا يظهر هذا في بلاد المسلمين، فلا يجهرون بالقراءة بحيث يكون لهم أصوات تسمع في خارج أماكنهم وفي خارج بيعهم وكنائسهم وبيوتهم، بل تكون خفية فيها. ولا يمكنون من طبع هذه الكتب في بلاد المسلمين وجعلها في المكتبات للبيع أو للقراءة، يمنع ظهورها نهائيا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أنه لا يجوز إظهار ناقوس، هل لنا أن نفهم من ذلك في قياس العكس أنه لا يصح منع الأذان من داخل أو جعله من داخل المسجد أو الصلاة؟ الأذان غير ممنوع من ظهوره، ولا بد أنه يظهر من المسجد لأجل أن يسمعه الجيران، لا بد من ظهور الأذان، إما بالصوت المجرد وإما بواسطة مكبر الصوت، لأن الأذان لو كان في داخل المسجد فقط ما استفاد منه أحد ولا حضر أحد، ولذلك كان المشروع أن يؤذن على مرتفع، كان المشروع أن يؤذن على مرتفع وأن يرفع صوته من أجل أن يسمعه الناس، فلما وجدت مكبرات الصوت صارت تكفي عن الأذان على السطوح أو في المناير لأنها تظهر الصوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر. إن تهود نصراني، يعني نصراني تحول إلى دين اليهود، أو العكس، يهودي تحول إلى دين النصارى، لم يقر، لأننا عقدنا معه الذمة على أنه يهودي فلا يتحول إلى نصراني، وكذلك عقدنا العهد معه على أنه نصراني فلا يتحول إلى يهودي، لم يقر على ذلك التحول. نعم. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. لا يقبل منه إلا التحول إلى الإسلام لأنه دين حق وهو المطلوب، أو يبقى على دينه الذي هو عليه، الذي عوهد وهو عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل، فإن أبى الذمي بذل الجزية أو هذا الفصل في بيان ما ينتقض به عهد الذمي، فإن أبى الذمي بذل الجزية، هذا واحد، إذا أبى أن يدفع الجزية انتقض عهده لأنه عقد معه على أن يبذل الجزية صاغرا، قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد
وهم صاغرون. نعم. أو التزام حكم الإسلام، أو أبى أن يلتزم إقامة حكم الإسلام عليه في النفس والمال والعرض كما سبق. إذا أبى فإنه ينتقض عهده لأنه خالف ما عهد عليه. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أو تعدى على مسلم بقتل عمدا عدوانا، فإنه ينتقض عهده بذلك وينتهي ما بينه وبين المسلمين ويقتص منه للمقتول. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أو زنا أو زنا بمسلمة، فإنه ينتقض عهده بذلك، ينتقض عهده بذلك لأنه خلاف عقد الذمة معه على أن لا يتعدى على المسلمين في دمائهم ولا في أعراضهم. نعم. أو قطع طريق، أو تعدى على المسلمين بقطع طريق، وهو أن يحمل السلاح ويتعرض للمارة في الطرقات أو في الأسفار ليأخذ منهم المال قهرا، فهذا هو قاطع الطريق، فينتقض عهده بذلك لأنه خالف مقتضى العهد الذي بينه وبين المسلمين. نعم. أو تجسس على المسلمين، بمعنى أنه يعطي أخبارهم للكفار، ينقل أخبار المسلمين للكفار، هذا هو الجاسوس. إذن العبارة أو تجسس. نعم. وهذا يجب قتله، يجب قتل الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين للكفار، لأن هذا فيه ضررا على المسلمين، لأن هذا فيه ضرر على المسلمين. نعم. أو إيواء جاسوس، أو هو لم يتجسس بنفسه ولكنه آوى جاسوسا، أي حماه ومكنه من التجسس على المسلمين، فإنه بذلك ينتقض عهده. نعم. أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، أو سب الله جل وعلا، أو سب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو سب القرآن وذكر ذلك بسوء، تنقص وسب أو اعتراض على حكم الله عز وجل، فإنه ينتقض بذلك عهده ويعامل معاملة الكافر الذي ليس له عهد. نعم. انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله، انتقض عهده هو في نفسه دون عهد نسائه، لأنهن ليس لهن ذنب فيبقين ذميات، أو أولاده أيضا لا ذنب لهم ولا يحل دم نسائه أو دم أولاده أو أموالهم لأنهم لا ذنب لهم، وإنما الذنب مقتصر عليه. فإذا فعل شيئا من هذه الأمور التي سلف ذكرها حل دمه، فوجب قتله وماله، لأنه إنما حقن دمه واحترم ماله بسبب الذمة، فإذا زالت الذمة، زال عهد الذمة، فإنه يعود كما كان قبلها حلال الدم والمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا إذا دخلوا في الإسلام. وكذلك إذا عقدوا ذمة مع المسلمين والتزموا بحكم الإسلام، فإنه تحرم دماؤهم وأموالهم بموجب العهد، فإذا نقضوه عادوا إلى الأصل، لأن الكافر حلال الدم والمال، ولا يحرم دمه وماله إلا بالعهد وقد زال. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.